أليس من أسباب تأخرنا التي لم تذكرها لم يذكرها المشايخ أننا ولينا علينا شذاذنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق ونحن اليوم منذ زمن بعيد نغرق؟ هذا كلام من كلام الشيعة. أهل بيت هذا حديث باطل موضوع ليس له أصل، وليس أهل بيت هم سفينة النجاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق في نصيحتهم وفي الإحسان إليهم وفي تعليم جاهلهم وفي العفو عن مسيئهم إذا كان النساء تتحمل العفو إلى غير هذا من المصالح التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليسوا هم السفينة. السفينة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السفينة كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السفينة. من أخذ به ما نجا ومن تخلف عنهما هلك. وأهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل، فيهم أبو طالب وهو من أهل النار، وفيهم أبو لهب وهو من أهل النار، وفيهم علي وهو من أهل الجنة، وفيهم ذريته كالحسن والحسين ومحمد بن علي وجماعة بعدهم من أهل البيت الأخيار الطيبين من أهل الاستقامة والهدى، وأفضلهم وأفضل منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه وعثمان بن عفان والخلفاء الراشدون هم أفضل من أولئك، وكل هؤلاء من أهل النجاة والسعادة وليسوا أهل البيت فقط. كل من استقام على أمر الله من أهل البيت وغير أهل البيت فهو على سبيل النجاة وهو في السفينة، ومن حاد عن طاعة الله ورسوله فهو من أهل الهلاك وإن كان من ذرية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ينبغي يعلم هذا الشيعة وأصحاب الشيعة. نعم. موضوع. كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع حديث الأخ يظهرون علي مدينة علم على مدينة علم وعلي بابها موضوع أيضا، معناه المهنة علم من طريق علي، هذا موضوع. قولهم أهل بيتي فسنة نوح هذا موضوع أيضا، وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الاستقامة وأهل الهدى، لا من حرف عن ذلك وحاد عن ذلك.